يا طير يا طير يلي في السما تنفض الريش، خذني على ريشك ديار الحبايب. ما في السما يا طير نقطة وتفتيش، ولا على العشاق تعطى الضرايب. ما في السما يا طير نقطة وتفتيش، ولا على العشاق تجبى الضرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين والمحبين لبرنامجكم الأدبي والاجتماعي خيمة وقصيد. حياكم الله يا من تتابعون هذا البرنامج في داخل الوطن وفي خارج الوطن، في آخر حلقات هذا الشهر الفضيل، وأعني به شهر رجب المرجب 25 لهذا الشهر الفضيل. اليوم حلقة مباشرة جميلة مع ضيوف أعزاء راح نتعرف عليهم إن شاء الله تباعا، لكن قبل الترحيب بالضيوف فقط أنبه وأنوه على أمور. أولا خالص العزاء والمواساة لها النعنزة، خالص العزاء والمواساة لها النعنزة بوفاة الشيخ عبد الجبار العنزي في حديثه، أخو الشيخ أبو سفرة عبد العزيز العنزي، شيخ مشايخ عنزة، وجه كريم وأصيل، وفي داره مثل ما قلنا أربعة أبواب، اللي يأتيه من الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب إلا ويجد عنده القهوة والهيل والمرحب. وإن شاء الله تعالى يعني سيرثيه الخال العزيز إبراهيم العلى الجبوري بأبيات تليق به، لكن نقول لهن العنزة خالص العزاء، وخاصة الشيخ عبد العزيز أبو عمر والأستاذ ياسر أبو طيبة وكل إخوانه وأخواله وأعمامه والمحبين. هذا أولا. ثانيا أيضا خالص العزاء والمواساة لهن العلم بوفاة الأستاذ الفاضل والمربي الكبير عبد الله بن عباد الذي توفي قبل أيام وذهب إلى ربه يشكو إلى الله ظلم البلاد والعباد. عبد الله بن عباد يا جماعة الخير هو والد أحد والد الدكتور رافع الجبوري، الدكتور في جامعة تكريت قسم الفيزياء وأحد أعضاء اللجنة المنسقة اللي كانت في ذلك التاريخ، لكن أخذهم داعش ولعنة الله على داعش، فمن كثر حنينه على ابنه صار مثل يعقوب عليه السلام، بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وذهب إلى ربه. نسأل الله عز وجل أن يعطيه مثل ما أعطى يعقوب عليه السلام من الصبر والدرجات العلى في الجنة إن شاء الله. يهن العلم الخلف بروسكم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبله. وقبل أعنزة والجبور وغيرهم وغيرهم، خالص العزاء والمواساة للأمة الإسلامية جمعاء باستشهاد موسى ابن الإمام جعفر الصادق وابن الإمام محمد الباقر، ابن الإمام زين العابدين، ابن الإمام الحسين أبي عبد الله، ابن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر موسى الكاظم باب الحوايج، ولعله يعني ذكرت في وفاته واستشهاده روايات عديدة ما أريد أن تطرق لها، لكن أنا نزلت قصيدة على صفحتي على الفيس بأنه في كل زمان ومكان موسى بن جعفر. إلى اليوم العلماء، إلى اليوم الوجهاء، إلى اليوم الكثير في السجون، وقسم منهم مات في السجون ومات مظلوما، ومن مات مسموما، ومن مات مغدورا، ومن مات محروقا، ومن مات مهجرا، إلى يومنا هذا لم يصفي ذلك يعني الصفوة من الناس. خالص العزاء والمواساة للأمة العربية والإسلامية باستشهاد الإمام موسى بن جعفر، ويا رب إن شاء الله تعالى يبدل الله حال الأمة إلى أحسن. قبل لا أرحب بالضيوف، خلص المخرج ارتأى أن نأخذ هذا الفاصل حتى الناس كل الناس تشوف موسى بن جعفر في كل زمان ومكان. هذا الفاصل وبعد الفاصل راجعي لكم، فابقوا معنا وحياكم الله. نواد عبوب ما ظل واحد نودعه، نواد عبوب ما ظل واحد نودعه، ظل بس السجر والبيت والربعة، وحسرة هد جبل غلقت باب الدار، والمفتاح ظل معلق بدمعه، ودف فراشي بقى وقلب الدف يغريه، ظل هو وونين المحد يسمعه، واسحب بجدم حاضن عتبت الدار،
أقول لها دعوة فتقول تا ودعة، ومشيت بخطوتين ثلاثة لي قدام، واللي ردن العتبة دارنا سبعة، وسريت أنا ورفيج الليل وسط الليل، سريت أنا ورفيج الليل وسط الليل، لا حيس لا نفس لا قمار لا شمع، جهالي بإيد أجرهم من جفوف الخوف، ركض مطلوب دم وقوم للتبعة، أقع أزحف أنوض أتوجع العاقول، صعب درب الوصول وأصعب الرجع، ها جاك العدو ها لسعة قدام، وسع القاع لكن ضاقت الوسعة، تقف كلمة اقف بين الحياة والموت، ما يرحم عدوي وما خفت من موت، بس بحضرة جهالي موتتي بشعة، العطش جفف عروقي بيوجل بيخوف، لو ريجي عسل مديوف شي بلع، وصبرهم جهالي هاي ولد سباع، دقايق نصل للقزان والقصعة، تالي الليل طال تالي الليل طال، وعوذي بالجوع وطفل جايع بهيمة وليل شي قنعة، ينامون بمشيهم وانا ما هديت، اجر اليقع منهم والحق بسرعة، يا عبد الله خواتك خلي همن حيل، ولو بيهن دلال وجلة الطلعة. وصلنا وصلنا، اسمع سرف واشتم دخن بارود والتراب والسواتر بالخشم نشعة، وضوء بشبد الجزيرة يلوح من بعيد، وكلمة شاع عجل من بعد مجتمعة، أسمع صوت نازح لا تطل جنار، ووقع تو الجمل والخنجر بضلعة، وصحيت صحيت أسمع شرايد، عشرت ممنون ردت لحظة أمان سنين أنا مضيعة، ردت كلمة خطية من قلب مجروح، ردت ثوب الكرامة ما حد ينزعة، ردت ما أشوف سيف وخنجر ولا صوت، أسولف ردت ما ينقال لي بدعة، القصص ما تنتهي والمثلها آلاف، شكثر ماتوا عطش بديار من قطعة، صفين أسماء الثوب قبال شمس القيض، تخو ما بعد تنفع معارقة، تخو ما بعد تنفع معارقة. نخلات يم بيتي عزيزات، إلي نخلات يم بيتي عزيزات، يقول اللي شهلنا ما يجونا، يقول اللي شهلنا. أهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين، يا حياكم يا بياكم يا طبتم طاب ممشاكم في هذه الحلقة المباشرة لهذا اليوم الأحد 23 من شهر نيسان لعام 17 و2000 من ميلاد المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام. أجمل ترحيب يليق بضيوف أمسية هذه الحلقة المباشرة الشعراء الكبار، وأولا عواد ابن جربوع الجبوري، حياك الله يا أبو زهير. الله يحييك، الله بالخير، الله محييك. نعم منك أبو فرقان. هلا هلا أبو زهية. أنا والله اليوم شفنا الغمام على مدار 3 أيام يظل أربيل. نعم وقليب. نعم كردستان. ثاني معاك شيخ نعيم الجبوري. نعم وانت وياه. الله والله يلا حيكم، جينا نسلي من غير أجواء. أولا نشكر قناة سامراء الفضائية على استضافتها لنا مع الشعراء الكبار الشاعر أبو أنس المسعودي والشاعر حسن الويزي، تشرف. نعم ونعزي الأمة الإسلامية باستشهاد الإمام موسى الكاظم. نعم. ونسأل الله أن يجمع شمل المسلمين. آمين. وأن يقتدي المسلمين بهؤلاء الرجال الذين
رسموا لنا الطريق. اي والله طريق الحريه. الحريه. عافيه ابو زهيه تعيش. اذن نرجع لك حتى نرحب بالضيوف وندخل بالقصايد مو تمام؟ نعم ان شاء الله. حي الله ابو زهيه، حي الله المعاشيخ نعيم، حياكم الله يا هلا. اجمل ترحيب يليق بالشاعر اللي كان معانا دائما والترف الجميل خفيف الظل المسعودي ابو انس. حياك الله يا محمد المسعودي الله. الشمري ابو انس الله محييك. الله يا هلا. يحييك والله. نتشرف بهالبرنامج وبهالقناة، ونتشرف بك شخصيا. تعيش. ونتشرف بالمخرج سيف المهند. تعيش. طبعا يشرفني الحضور ودعوتك لي. بارك الله فيك. زين. تسلم. ونعزي الأمة الإسلامية شيعة وسنة وأقليات باستشهاد الإمام موسى ابن جعفر موسى الكاظم. موسى الكاظم إيه نعم عليه السلام. طبعا هو مو تابع لأي مثل ما يقول مذهب أو كذا، هو للكل. صدقت. لأنه من سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. زين. على البيت. ترحيب بضيفنا اللي نور أربيل الشيخ نعيم محمد أسعود الجبوري. تسلم. زين. وأرحب بإخواني الشعراء الشاعر حسن الويزي والشاعر عواد الجربوع. حياك الله الجبوري. الله يعزك أبو أنس. تعيش أبو أنس. وإحنا أيضا نقول لك الحمد لله على السلامة بعد أداء العمرة التي قضيتها في الديار المقدسة هناك. ولك أحباب وأصحاب وأصدقاء في المملكة يتابعون البرنامج ويشاهدونه، وحياكم الله جميعا. وحتما راح نسمع من عندكم أجمل ترحيب يليق بضيف البرنامج الذي يشاركنا لأول مرة من بني الصخر. حياها الله الشاعر المتألق الكبير حسن اللويزي. حياك ما الله. ما عليك زود. هلا باللويزيين. أنا أتشرف أني أكون في هذا البرنامج الراقي. الله حيو. مع معد البرنامج خيمة وقصيدة الأستاذ فهم الجبوري. تعيش. ونعز تعيش الأمة تعيش. الإسلامية باستشهاد الإمام أبي جعفر موسى الكاظم. نعم موسى الكاظم. إن شاء الله الأمن والأمان على العراقيين. آمين. والشعب العراقي. وإن شاء الله. وأتشرف أني موجود في هذا البرنامج. تعيش تعيش يا حسن. حياك الله. عليك بارك الله بك. من قيارة يا حسن؟ أي نعم من قيارة. اللويزيين عندنا علاقات معاهم بالموصل وفوق الموصل، لكنه أنا تفاجأت من قلت لي بالقيارة، لكن ما شاء الله ثار الله سبحانه وتعالى قال جعلناكم شعوبا وقبائل. نعم. لتعارف. نعم. وهكذا ما شاء الله. نعم قيارة موجود بيها طبعا قبل 40 سنة 50 سنة أكثر موجودة الوزين بناحية القيارة. نعم يلا حيكم يلا حيكم يلا حيكم يلا حيكم. حياكم الله. إذن أحبة المشاهدين والمتابعين، عرفنا من هم ضيوف هذه الحلقة حتى ندخل بالمباشرة. البداية لك يا أبو زهية وحياك الله. الله يعزك أبو فرقان. شفت الفاصل مع العواد التبان. نعم. كأنه نعم. يعني غائب جسدا لكنه حاضر روحا. أني يعني قلت لك الرجل أنه إحنا تعودنا أن نظهر العوادين بس سوية. هو صار له ظرف استثنائي. إن شاء الله ظرف خير يا رب. إن شاء الله أنه ظرف خير. إن شاء الله. إي والله. وماجدر يجي يبلغكم تحياته. عليكم السلام. وهو حاضر معنا. نعم. وهذا الفاصل نعم. ماله نعم. اللي ظهر. نعم إي والله. إي نعم. المعاناة المعاناة ايه. اللي عاناها العراقيين. إي والله. من أيام موسى بن جعفر. نعم من أيام موسى. من أيام نعم. الإمام الحسين. نعم. أقول قصيدة نبطية. أها. أوصف بها المعاناة اللي مرت بينا. زين. مرت بالعراقيين كلهم. نعم. المصيبة واحدة. إيه. أقول من غلقت بوب السماء بشح الأمطار. الأمطار. من غلقت بوب السماء بشح الأمطار ومحلت وضاقت علينا الوسيعة. الوسيعة. وغدا محاذا الجار ما يطعم الجار واستبخلت سمرة البيوت الرفيعة. وغدا محاذا الجار ما يطعم الجار واستبخلت سمرة البيوت الرفيعة. وغدا رغيف الخبز يشتمله كتار حسرات أصبح على بطون المجيعة. وغدا رغيف الخبز يشتمله كتار حسرات أصبح على بطون المجيعة. وأهل المعفة ضبط بطونها أحجار. الموت أشوى ولا تضيع الوديعة. أهل المعفة ضبت بطونها أحجار. الموت أشوى ولا تضيع الوديعة. وغدالها من كثرة لوباش نثار وعقب الخبار اللال يخدع لميعة. ونباعت الشيمة علشان دينار. ونباعت الشيمة علشان دينار. واحد انشر الناموس واحد يبيعه. ورفت رواية جوع في راس جنزار.
ولا شك ساعد دير تجواد سيعة ورفت رواية جوع في راس جنزار ولا شك ساعد دير تجواد ساعة وما حد تقبع للمزل مثل ما صار من سلافنا الماضين قمرة وربيعة ما حد تقبع للمزل مثل ما صار من سلافنا الماضين قمرة وربيعة ولا ظلت شيوخ ولا ظلت كبار كل من بهمه زود وقته يضيعه ولا ظل مخاتير ولا ظلت مهار عجيب. اهبيت يا مهر بلي نفيعة يا عجيب. لا ظل مخاتير ولا ظلت مهار واهبيت يا مهر بلي نفيعة وليا عاد ما هو للمعوزين عنبار وليا عاد ما هو للموارد شريعة وليا عاد ما هو لأصفر المال دمار والغان ما عنده سجية وطبيعة والشجرة اللي ما على غصونها ثمار تذبل عساها ومن عرجها قطيعة الله 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 والشجرة اللي ما على غصونها ثمار ثماري والله تذبل عساها ومن عرجها قطيعة وتشن تظنه شامخ مثل سنجار أصبح يقوده اليوم خيط الوشيعة بس نالوا صداره بالكرم شم صقار اي والله وصاروا الفيض العوز سده منيعة مثل الهديب انحملوا فوقه تغار اي والله مثل الهديب انحملوا فوقه تغار شالوا حملهم بالليالي المريعة لقمة غلا ولابد علينا بتذكار والشاف من خير جلاله يذيعه وصلاة ربي عني بشهلة أمطار وإعداد ما زمزم تدفق نبيعه وإعداد ما سارت على البيت زوار وبعداد ما سارت على حسين شيعة شيعة الله وإعداد الله ما زارت الله على حسين شيعة الله وسلامت الله 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 عشت عشت يا أبو زهية تسلم الله يعزك وصف صورة مؤلمة حقيقة واقع عراقي مرير لكن الله كريم الله كريم نقول إن شاء الله يا رب الله كريم فماذا تقول يا أبو أنس والله المسعودي والله قصيدة قوية وعورتنا والله الله الله الله, 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 الله طبعا الله يعزك اليوم أنا محضر أول قصيدة اللي هي تستحق قناة سامرة طبعا هي وبرنامج خيمة وقصيد بالذات تعيش وأستاذ فهمي أبو تعيش فرقان والله تعيش الإعلامي والله العلم الكبير بارك الله بيك صراحة مو أنا اللي أعترف تسلم لك والله يعترف لك المملكة ويعترف لك الخليج دوليا والله يعني تسلم تسلم والمخرج سيف المهند بعد له حق علينا نعم الله نعم سيف المهند واللي الله مقدرنا عليه نقول إن شاء الله نسمع منك أنت وش تختار أقول الطيب والمعروف منبع أحساسك الطيب والمعروف منبع أحساسك يلي تحب الخير يا وافي الخير فيك الكرم والعز سادس حواسك يا من أفعالك ترفع الطيب تقرير دكتور بالتقديم حين إحساسك دكتور بالتقديم حين إحساسك فهمي أنا اللي قلت حر كما الطير فزعتك للمسكين منبع حماسك أثنيك يا جبوري بحسن تعابير جزاك الله خير تسلم والله أثنيك يا جبوري بحسن تعابير أبو أنس وأثنيك مرفوع راسك يا شاعر بالعون يا شاعر بالعون خذها نوادير شقردي يا فهمي محل مجلاسك جزاك خير شقردي يا فهمي محل مجلاسك نوماسي نوماس أبو فرغان ما أخذه تصدير جزاك خير نوماس أبو فرغان ما أخذه تقدير وسيف المهند نهدي اليوم ماسك الله الله خيمة الله وقصيد إخراج معطيب تدبير وسيف المهند نهدي اليوم ماسك خيمة وقصيد العفو خيمة وقصيد خيمة وقصيد إخراج معطيب تدبير مسعودي واشهد لك منبر ثقافة وأدب جبته من راسك والخاتم الجمهور ما تبغى تأخير سلام الله الله عيش عشت عيش عشت يا أبو أنس بارك الله فيك أبو أنس تسلم تسلم هذا على خيمة وقصيد على خيمة وقصيد وانت وسيف المهند طبعا تعيش لكن اليوم كتبت القصيدة يعني جزاك الله خير نسمع منك أخرى لو نحول على أخونا والله تريد تسمع على يعني ذاكر به أنا أنت يعني مثل ما يقول ثنيت إني أثني بوحدة يلا 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 نسمع طبعا هذه القصيدة حيف من اللي مر علينا من داعش ومن البغدادي اللي يقول البغدادي الله 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 ومكرم بغداد من عنده أي والله زين ولد أبو بكر أقول حيف من وقت يرجعنا وراء حيف من وقت يرجعنا وراء وما بقى حظ يسيرنا أمام
لو على الكرار موجود ودرى وعمر ايد بايد جابوها بزمان. لو على الكرار موجود ودرى وعمر ايد بايد جابوها بزمام، ضاعت الحسبة علينا من الجرى، جارية التحديث يومية اسلام. يقول بغدادي وخليفتكم ترى، يقول بغدادي وخليفتكم ترى، لعن امك فوق ابوك انت نطفه من حرام، ولعن شخصك كمبري دمه سرى. لعن امك فوق ابوك، لعن امك فوق ابوك انت نطفه من حرام، ولعن شخصك كمبري دمه سرى. بسبتك يا ابليس شوهت الاسلام، جوك ابطال العراق خلى والأعمى يرى. الله الله الله، جوك ابطال العراق خلى والأعمى يرى. بانت افعالك جبان، حشا اللي يسمع والخلف الشاشات، بانت افعالك جبان بس تهاويل وكلام، تدعي ابو بكر وانت كلك ثرثره، جوك ارتال وحشود وحرموك من المنام. بري منك ابو بكر هذا بالمصحف طرى، بري منك ابو بكر هذا بالمصحف طرى. فكهم رب البرية بالنسيج وبالحمام، فكهم رب البرية بالنسيج وبالحمام. من هو اللي بايعك وديننا منك برا؟ اي والله، من هو اللي بايعك وديننا منك برا؟ تابع لدين الخوارج ندري ونعلم تمام، تاجرت في دمنا تاجرت في دمنا صار بيع ومشترى. شوف تاليك يا ظالم تنهزم وقت الظلام، شوف تاليك يا ظالم تنهزم وقت الظلام. الله الله، عشت 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 يا ابو انس، صح الله لسانك، بارك الله بيك، تسلم تسلم وتعيش. يا اللويزي مساك الله بالخير. الله يسلمك، شلونك وشلون اخبارك؟ الحمد لله بخير ما شاء الله. قبل لا اسمع منك، انتم مؤسسين منتدى شعري؟ نعم، اسسنا رابطه قواف النهرين. قواف النهرين، نعم، من شعراء متميزين وشعراء مبدعين وشباب حاليا في اربيل اسسناها. نعم، لشعر المحبه للسلام. نعم، للوطن. نعم، تحياتي لهم شعراء رابطه قواف النهرين. الله حيهم، الله حيهم، الله حيهم. فماذا تختار لهذا المجلس؟ اولا مجلس خيمه وبسيط، طبعا انا اتشرف اني موجود للجمهور. بين الشعراء الكبار وبينكم حياك. برنامج الراغي، طبعا برنامج سامراء وبرنامج خيمه القصيد في اذاعه سامراء. عيش والله يا حسن. القصيده وحده وطنيه. عافيه، الله يعافيك. أقول والله فقرة، والله فقرة لكن العفة نهر والدنيا قطرة، والدنيا قطرة. إحنا فقرة والله من نشتاق بس نجذب الحسرة، والله من نشتاق بس نجذب الحسرة، حتى لو واحد غدرنا ونرجع وإحنا النعذرة. إحنا فقرة ولو شيب براسنا بأول عمرنا، وانت تدري قلوبنا من العشق خضره. والله فقره الباعنا ويعرف خسرنا وطول عمره، والله فقره والله لو كل مجرحتنا ما نسولف ابد بيها وكانها جمره. الله عليك، والله لو كل مجرحتنا ما نسولف ابد بيها وكانها جمره. احنا نملك عفه كنز من القناعه وما يهمنا شملك كسره، احنا حتى القلب مكسور ان جبره، تريد تعرف منه احنا؟ احنا ولد الرافدين وجوهنا من الطيف سمره. سمره، ما عليكم زور. تريد تعرف منه احنا؟ احنا ولد الرافدين وجوهنا من الطيف سمره. سمره، اي والله. احنا كنا فرد خندق سني والشيعة سوى من الطينة اسره. احنا كنا فرد خندق سني والشيعة سوى من الطينة اسره. احنا نكتب بالخنادق إلى عباس وحسن كاك حمم من الدمع ذكرى. أنت العايش. إحنا ضمينا الرسائل بالخوذ وقت المعارك هيش عشرة. إحنا من أربيل نبعث هالرسائل لبن صافي وتصل الفاول حبيبي، ونقعد في السعف نقسم التمرة. نقسم التمرة، الله الله. من العمارة وكنت من أنزل مجاز النينوى وأبكيها عبره. كنا من الروح للجبهة انتضاحك كانها سفرة وما نريد نجيب طاريها السياسة. اي والله، احنا حتى العبرة تاخذ منا عبرة. الله الله، احنا حتى العبرة تاخذ منا. يا سلام، عيش عيش عيش، ما عليكم زود، ما عليكم. عشت يا حسن، بارك الله بيك، تسلم تسلم وتعيش. انت العايش ابو زهية، ايامك لياليك. والله ايامنا ايام بغداد اللي قال عليها يوسف العتيبي. ايه ايه والله. وش قال؟ قال ايامها سود، ايامها سود. اي والله، ايامنا نسال الله ان يبدلها. امين يا رب.
وأيامنا أيام حزن وفراق أحبة. سبحان الله. أي نعم. ذكرتني بفراق الأحبة، آخر لقاء سجلناه معاكم في مضيف الشيخ نعيم. نعم. وكان المضيف مكتظ بالضيوف ايه والناس طبعا، ورب ليلة فارقنا الحبيب شاكر الرملي من فراق الأحبة. ايه والله. نعم شاكر الرملي حج شاكر، وسأرثيه فيما بعد. ها ها ها. نعم. جميل. عجل نسمع. فقدنا جمل من جماننا، هو ابن عمي برزان، برزان العاقوب الكبيسي عليه رحمة الله. الرجل الله. واجف على الأحادية. أها. وأكو مساعي لنقله لأنهم أخوة اثنين في قاطع واحد، قاطع ايه؟ ساخن، فيرفض النقل، يقول أنا ما أعوف هذا الساتر وأموت على هذا الساتر. قبل إيش قد هذا الحكي؟ هذا الحكي يعني قبل 10 أيام أو 15 يوم. عدنا على الله. نعم. إن شاء الله. فحمل يعني محمل أمانة رثائه مني أولا ومن أبوه الشاعر الذي يكتب الشعر، يعني شاعر قوي يوسف العقوب. صاحب شجاعته. أبوه يقول لاحب سمانة سواد تام وجمالي. وجمالي. لاحب سمانة سواد تام وجمالي، وقطع سبوقي حسين الزول وجمالي. لاهي مع الناس بالحيلات وجامل وجمالي. اي والله. وانا لعيوني وقت هجد البرايا وعن وعن، ومالي سعيف الميلات الليالي وعن، حارم علي اذا يبطل دليلي وعن، وانا البرك لجمل من خير تجمالي. الله اكبر. يا وانا البرك لجمل من خير تجمالي. الله عليه رحمه الله. اقول يا همي فوق هم الناس برزان، برزان يا همي فوق هم الناس برزان، انشطف عقلي ولا عدي يعود برزان، برزان تجدد يا حزن قلبي برزان، برزان نطاح العساكير الضحى. الله 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 الله. تجدد يا حزن قلبي برزان نطاح العساكير الضحى. ضحى. يرد ابوي يقول ضعنهم عدد طقطق والبلاليج ديار، ويدمع العين على الغالي بلاليج. ان كانت جمل يا يوسف ايه بلاليج حتى يلي جد. اوه ان كانت جمل يا يوسف بلاليج، بسم الخيط تانس للاحباب. ايه بلالج في نعم. سم الخيط تا ايابه حتى يلج. نسال الله ان يرحم كل شهدائنا. الله اكبر. اللهم امين. شهدائنا. اللهم امين. ارثي حجي شاكر اقول يا شاكر الرملي ذاك الرجل الطيب الذي عهدته عليه رحمه الله. اي والله. اقول حزين قلب جمل تحيود تاهله، تاهله حزين قلب جمل تحيود تاهله، يحجلي وراهم سماد الدار تاهله، تاهله شرق بشتاني هلال العيد تاهله، تاهله واحنا وراهم بهاجس فكر والنوحي، والنوحي ودمعي عليهم شبيه الفيض من نوحي، والنوحي لو يرجعوا لي بعويل بشاي ايه وبنوحي. يا عين هاتي سواد البيب تاهل، تاهل والله. يا عين هاتي سواد البيب تاهل. الله 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 الله. وسلام. صح لسانك ابو زهير. عشت يا ابو زهير. لعل الشيء بالشيء يذكر قبل ما اخذ ابو انس عند الرثاء. يعني اريد ارجو المعذره. لا حول ولا قوه. والله مبين القاء يعني. الله يعزك. اي والله. يدزلكم تحية وسلام ضيوف البرنامج والمتابعين جميعا، أيضا من أحد السجناء اللي هو أحمد الجبوري من قرية السفينة. نعم منه والله. ينتظر قرية التحرر لحد الآن ما تحررت، يقول قريتي مسجونة اللي هي قرية السفينة. نعم والله من أهل السفينة. وداز تحية وسلام لأمه ولأبوه ولأهله، فيقول وكتنا بجور حكمه يا سفينة، وكتنا بجور حكمه يا سفينة، يا سفينة وبحر وبحر حزني غرقك يا سفينة، بحر حزني غرقك يا وبحر حزني غرقك يا سفينة، شوكت يجمعنا حضنك يا سفينة، يا سفينة نعود اخوان ونلتم سوية، ونعود اخوان ونلتم سوية. احمد الجبوري من قرية السفينة. الى متابعي خيمه وقصيد والى كل المحبين. فماذا تقول يا ابو انس المسعودي؟ والله استاذ فهمي نغير الأجواء شوية. تغير.
اي والله نريد نغير شويه احزننا حتى وراك ناخذ لنا فويصل والله حتى وراك ناخذ لنا فويصل مال تغيير والا احنا الحزن سبحان الله قال الحزن لا مناص ما به احنا شويه خلينا نغير الجو زين اي لا بالله انت تعبت انا انا شويه اردك الشباب شويه اردك شباب ولا شباب نعم منك احنا كل شيء طيب من عندكم الله 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 القصيده تقول ما بيك مجبور ولا تجامل بطيب بطيب ما بيك مجبور ولا تجامل بطيب ابغى فؤادك هو يحس وتجيني وتجي يلي خذيت القلب تشريك تغريب رجع لي قلبي وبحنان احتويني احتويني الله 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 يلي خذيت القلب تشريك تغريب رجع لي قلبي وبحنان احتويني وما بيك في لحظه عن عيني تغيب ابيك عايش بين رمشي وعيني اقولها شاعر ولا همني عيب اي والله اقولها شاعر ولا همني عيب ضمني صدرك لين احس بحنيني حنيني قال المثل من قبل كل حلو يهديب يهديب في لوله بس انت كامل الزيني زيني الله قال الله المثل الله. من قبل كل حلو يهديب في لوله بس انت كامل الزيني اللي بحضن امه لا شافك يشيب الله الله الله, الله. اللي بحضن امه لا شافك يشيب والشافك ما صار يما عجليني يعني حتى اللي ما صار بعده الله 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 ولا شافك ما صار يما عجليني وبحضرتك يا ريم خل شمسنا تغيب بحضرتك يا ريم خل شمسنا تغيب وبشوفتك حتى القمر غاب وحزيني ولا شافك المسقوم بلحظته يطيب يطيب ولا أعمى لا مريت يفتح العيني هذا ابسط اوصافك بقلبي تصيب ارجوك عاود لي ورجع سنيني الله 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 عشت يا ابو انس عيش. تسلم غيرنا تسلم عيش. تسلم عيش. تسلم وتعيش على موجة التغيير يا حسن على الويزي. موجة التغيير اقول يا وطن شنها لنهاك ودمرك وعراك وعراك اي من وعين حروبك ما طفت وعراك وعراك يا عجيب يا وطن شنها لنهاك ودمرك وعراك اي من وعين حروبك ما طفت وعراك وعراك رادي جرجرك ولكن يا وطن وعراك ولدك عليك كذبه وذبوه بير القدس الله الله ما عليك زود ما عاش من جابهك والراد يسبى القدس ما عاش من جابهك والراد يسبى القدس ما كان طب العدل وما بالشعب القدس ولو بيد اسميك يعقوب الدول يا عراق ولو بيد اسميك يعقوب الدول يا عراق الله 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 ويا وطن تريد تسمع كلامي ما تريد انت حر ولا ما اجبرك على حب الوطن انت حير انت حير انت ابن العراق يا نار الحرب انت حر ويخس كل من حكى وقال الوطن بطل بطل انت ابن دار الكرم حارم عليك البطل اي والله وبكل فيلم سينما لازم يعيش البطل بس بالعراق الابي قبل النهايه انتحى قبل النهايه انتحى بس بالعراق الابي قبل النهايه انتحى اريد منك كم بيت عتابه على الدار حتى ناخذ لنا فاصل على الدار ما زال اليوم الاجواء الدار طبعا تحياتي للشاعر رياض العاشج العاشج صار بيناتنا يدز لي بيت ود مساجل بيناتنا تحية وألف في البداية يقول تحية وألف أقول يا دار صباي ضيعتي شبابيش شبابيش حتى رسوم ما ظلت شبابيش شبابيش الهوى يذريش ما ظلت شبابيش وبوبش خاوية ماكو حد ماكو حد الله 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 الله, الله. فأرد أقول البيت الثاني يا دار صباي وين أنت معاليك معاليك صرنا علوك بحلوق المعاليك قمم أنت ولا تنزل معاليك دام خشومنا تشم الهوى الهوى الله ويا دار صباي الذوق بصواطير صواطير لأنش دوم للعادي صواطير صواطير ظل بهذا دنيانا سوى طير السعد بربوعك ونلتم سوى سوى الله 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 ظل بهذا دنيانا سوى طائر السعد بربوعك ونلتم سوى وسلامتكم صح عشت منك عشت يا حسن صح الله لسانك اي والله اي والله تنحق للضلع وعملنا وفلهم وعملنا طيب ملقاهم وفلهم يا عيون
تشوف الهوم او ترى لا خبرت ولا وردت زهر بلا يما لا تبكين الكاتب الله يصير يوعي يما 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 لا تبكين أهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين، حياكم الله. تحية وألف للمتألق الكبير أحمد عزيز الجبوري أبو نازك. والله يا أبو نازك الجمهور يطلبك، وحنا ما نعرف شلون في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله لابد أن نلتقي بك حتى تصل مع جمهورك. يا جماعة الخير صلوا على النبي حتى أشرفنا على الأخير. يسلم عليكم شيخ محسن المرير. نعم الله. يسلم عليكم الجميع شيخ محسن المرير. داز بيت زهيري على السريع. نعم. يقول يا عراق يكفيك من جرح الأسنة من جرح الأسى تنزف، وكل يوم شبان بنعوش الحزن تنزف. يا رب نرجاك ترحم حالنا تنزف، بشرة تسامح تنزف، بشرة تسامح ونجمع ما بقى من الوطن وسود الليالي على أهل المكارم. وطن يعراق مثلك أبد ما يوم شفنا وطن، تضمد جروحك تضمد جروح شعبك وانت يا وطن تنزف. الله الله. تضمد جروح شعبك وانت يا وطن تنزف. وتسلم عليكم نور العبيدية. نور العبيدية من الضلوعية الأبطال الشهامة. نور وأبو نور اثنينهم يسلمون عليكم بالله. هذا سلام مباشر. ويسلم عليكم على المعماري من وانه، وما أدراك ما وانه، طير الحب وافانا إذا مروا على وانه. يسلمون عليكم. وطبعا الأحبابي عندنا له مرسال لكن نقرأ حتى أختم. أبو يعرب يعزي الشيخ عبد العزيز العنزي بأبيات، يقول أبو يعرب أعزيك يا عبد العزيز بفقدكم أخا غاليا، فاصبر فإنك مؤمن أخوك، وإن جل المصاب بفقده فإن عزاء الأهل أنه محسن. عليكم سلام الله يا آل سفرة، عليكم سلام الله يا آل سفرة، فأنتم من الياقوت والدر أثمن، فأنتم من الياقوت والدر أثمن. والكرب ملعبك يا أبو زهية. الله يعزك. الله يحفظك أبو فرقان. الوضع اللي نمر به احنا، العشائر العربية. اي نعم. احكي لك عن قاطعنا. عشائر متآلفة ومتكاتفة وصيحتهم وحدة وفزعتهم وحدة، واثبتوا وجودهم وحاموا ديارهم، والان هم
في هذه اللحظة اللي أنا هسه ألقى فيها قصيدة هم مرابطين على خطوط الصد العشائر. والنعم والله والنعم الحشد. ناهيك عن الحشد، ناهيك عن القوات الأمنية المكلفة رسمياً. أيابا العشائر. أيابا تخرج ثلاث رجال أربع رجال من كل بيت. والله الأهالي. الأهالي نعم. والنعم. والما عنده سلاح يطلع شايل عصا، والما عنده عصا شيء يطلع شايل حربة. عشان إن شاء الله. فهذا شيء يفرح. نعم. فأقول العتابة الحربية، العتابة الحربية أشد أزر بها عشائرنا وأهلنا وأهلنا. إي نعم. أبدي أقول هل فعلا تسطر له معاجيل؟ معاجيل. هل فعلا تسطر له معاجيل وهل جيل تسلمها معاجيل؟ معاجيل. هل اللي صارت الفزعة؟ معاجيل. معاجيل. هل سويدان زاكين انساب؟ والنعم والنعم السويدان. هل اللي صارت الفزعة معاجيل؟ هل سويدان زاكين انساب؟ الله 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 الله. وهل بس دنقوا لله عبدان؟ عبدان. هل بس دنقوا لله عبدان ودوم لهم طريق الفخر؟ عبدان. بيمينك يا حميش اليوم عبدان. الله الله الله. بيمينك يا حميش اليوم عبدان، هذا بطل من ابطالنا. والنعم. ابو احمد. بمينك يا حميش اليوم عبدان بالهاون على رؤوس العدة. بالهاون على رؤوس العدة. وهل يطيب الفعايل مصطفى لهم. مصطفى لهم. وبارود وحرايب مصطفى لهم. مصطفى لهم. يرضع بارود وحرايب. يا هل يطيب الفعايل مصطفى لهم وبارود وحرايب. مصطفى لهم. مصطفى لهم إذا داعش تماده المصطفى لهم تواحوا على الحرب شيب وشباب. عافية والله. عافية المصطفى والنعم. وهل عرجة ناخة ودرجوهن. درجوهن. هل عرجة ناخة ودرجوهن وذا صاحن حراير درجوهن. هل يروس الدواعش درجوهن. درجوهن مثل ما درج المسي طواب. مسي والله شوفونا هذول عيال العرجل هي. ايه والله. عافية. هل يروس الدواعش درجوهن مثل ما درج المسي طواب. الله 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 الله. وهل سلطان تاج وكوخ شبلي. شبلي. وبشار الحرايب نار شبلي. شبلي. هل عويد أسد جياب. والنعم. شبلي وعامر عمرت شانت خراب. عمرت شانت خراب. تعيش. ورصدنا بيه جنان الخلد حوري المجيد وعشم من عيال حوري. هل يعلموت جحفلهم نحوري ردس هلهلة سووا خراب. الله 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 الله. عافية والله. هل يعلموت جحفلهم نحوري ردس هلهلة سووا خراب. وهل مشهور كنيتهم بالخماس. بالخماس. هدل يزهن محازمهم بالخماس. قولوا الجار تنتلطم بالخماس ابشري والبس هدوم الغوى. الغوى. قولوا الجار تنتلطم بالخماس ابشري والبس هدوم الغوى. يا سلام. ويبي حسرات على العكل يبي عن. يبي عن. فرحت اللي تنخاهم يبيعون. موجت الروح على العايل يبيعون وبصدر الوقف ضدهم حراب. حراب الله. ويقناصة عمامي بيض رملي ومن قلب الحزين حمور رملي. رملي. حظ داعش تبدى بقاع رملي وحظنا فاز لعنان السماء. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. وتواحوا والكدوا على الخيل بغزات. بغزات. وروياهم بروس ارتاب بغزات. بغزات. تلاقت وامتلى الميدان بغزات وردت صوت العايل هوى. هوى. الله 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 الله. والعين والعين حرار وعفاف جميلات. جميلات. اهلهن ما يتركون الجميلات. جميلات. على العايل اللي كانت جمع الجميلات هجموا بيت العدو وضوه طفى. طفى. الله الله الله. وهل يمشون بالقوى بالامام. بالامام. وهل دواسة الظلمه بالامام. بالامام. اضمد يا جرح قلبي بالامام ولد حسين ما بيهم ردى. الله الله. وهل لو ساق حاد العيس وضحه. وضحه. هل لو ساق حاد العيس وضحه نخوتهم على الدشمان. وضحه. وضحه. نخوتهم على الدشمان وضحه انحروا كم خارجي قربان. وضحه الروح الغدا ومنا شباب. تعيش ابو زهير الوقت. وهل ما هازهم بالغاب سبعه. سبعه. ايه. ومن عدهم عدوهم خاف انسبع. سبعه. سبعه عشائر ودحموا على الموت سبعة. وحد فارس نهض جو التراب. الله الله. وحد فارس نهض جو التراب. وسلامي واسف على الإطالة لأنه ما أقدر أنسى أحد. هذا هو هذا هو هذا. صح لسانك أبو زهير. تعيش أبو زهير. والنعم. فماذا تقول يا أبو أنس؟ والله إن شاء الله مستعجل الوقت. والله داهمنا.
أربع دقائق نقول الإصدار الثاني. أقول إصدار الثاني اليوم الأفعال شمر، الكل بدايد ما طروا بالبداية، الفعلهم في الريس عيون تسهر، والشيوخ فيهم ياكفوا تزبن سرايا، وبن صليب نعوم شيخ على وكر، مشهود بالجزلات فيها السدايا، أبو صقر أثنيك من هاجس يسر، من جدك طويريج أعطى مزايا، يشهد ابن حسان وعدو نور، هاك الزمن تاريخ ما بحكاية، شيخ المنيع اليوم سالم من الشر، شيخ سليل الشيوخ سلمه جداية، واعطيك المسعود شيخ مسمر له تيمية التاريخ جهر وخفايا، صباح ابو انور شيخ مقدر كل القبائل تذكره علما ورايا، من هالذي جاري شيخ الحمه مر، واثني الفايد علمهم له سنايا، لهم فعايل داهية عاداهم اصقر، شيخهم بن وجعان زبن المزايا، مشهود للوجعان فعايل تسر، واجل الشاب المرجلة يعجز ثنايا، لا يذل وقيان شيخ تصدر، علوم تشهد له تازم بلايا، وابو صباح اليوم للخير دور، طلب ابن لايذ نعم الطرايا، والصالح اللي صيتهم يكفي ويسطر، ظنا منيع مسابقين النوايا، فيهم الطياوي عواد أثمر وبطري العمار فوق الرواية، رجال يوم الكون ضرب مصوقر، وبنت العجرش فعلها يبغى رواية، نعمين يفطيم إرباتن الحر، جعلك الجنة في جوار النباية، آمين يا رب. واذكر عيال العود ذكرهم يهطر، من ناصر الشامان جم اللحايا، وارجع لكم بصدار من قلبي يصدر، للي بعد ما جبتهم بالثنايا، صلاة للمختار صلوا من يذكر، المصطفى المبعوث للدين راية وسلامتكم. عليه الصلاة والسلام. أبو تسلم وانت السالم، اسمح لي بس إهداءات عندي، إهداءات على السريع لأن ظل عندنا ثلاث دقائق حتى يصير حصة أخويا حسن اللويزي. نعم نعم. طيب إهدائي إلى الشيخ أحمد النواف الحسان شيخ الأسلم، والنعم، والشيخ صباح الهتيمي شيخ المسعود، والنعم، والشيخ لطيف العربيد الشيخ العمار بن الثابت، والنعم، والشيخ حسين بن شايش من الزقاريط، والشيخ أبو أحمد المسعودي شيخ المساعيد في محافظة واسط، والشيخ خالد زامل في الحفر الباطن السعودية، وإهداء إلى أبو ناصر محمد الزقروطي في الكويت، وإهداء خاص إلى الأستاذ قيس العبيدي مدير ثانوية العلا في إمام زاوى أربيل، يستاهل يستاهل، الذي شال حمل ما يشيله والله الكبار، وأستاذ كريم أيضا زين، والإعلامي أبو عائشة الإعلامي عبد الوهاب الإعلامي الكبير أخوه يستاهل زين، يستاهل حمل والله، وتحياتي لأبو جراح والإبراهيم الثابتي والأبو سام فهد الرفيعي والأخوي غانم أبو عبد العزيز وناصر وصباح وعبد الله أبو ماريا وسالم تعيش سالم بالبحر تعيش تعيش، وتحية من خيمة وقصيد والمخرج والمقدم بالله شيخ كنعان صديد إيه بالله ونعم والله شمر نعم. ذكرناهم بالسابقات كل المحبين ذكرناهم بالسابقات نعم. نعم. بارك الله بيك يا أبو عبد الرزاق، ماذا بارك عندك الله بيك قصيدة ثلاث دقائق والله قصيدة. ماذا تحب أن توجه من رسالة رسالة طبعا تحياتي لكل الأصدقاء وكل يعني كل المحبين وكل فأقول هذا هدي لهم القصيدة إيه؟ أقول طبعا بعض مرات الإنسان هو يشتاق للبيت صح، بس أنا بهذا القصيدة خليت البيت هو يشتاق الله لصاحبه الله 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 أقول يقول وينك أنت البيت مشتاق لضواك لضواك والله يكسر خاطري يسولف عليك عليك مسح بالبرد الدمع من قتل راح وشلع عتبة بابه تايمشي ويجيك يجيك نعم صاح موال اللحم ببت شناي وشقت استاره اثر لمسات يديك وانكسر ظهره ولا يجبر قفاك وبعته والخنجر بظهره ومشتريك قال لي خلي الصور والذكريات خاف لا تبقى عمر تحشي لي بيك الشمس من تكسر وبتشاسر تلوب كانت في العصر بس ترتويك فدوة بس قولوا لظل طير الحمام وبكل هديلة وهو ساكت يحتويك انفطر قلبش كثر ما صاح اوف ما وصل يمك صدا حتى يعديك يعديك هيج مخنوق الزوايا بروحه كان بآخر أنفاسه إجا بس يلتغيك الله الله بآخر أنفاسه إجا بس يلتغيك يا سلام وتحياتي للأخ العزيز فرحان الفيصل الصخر وتحياتي لأبو أحمد فرحان القطمير وتحياتي لعبد الحلو طبعا قال لي
تذكرني. والنعم والنعم منك ومنه. تحياتي للأب العزيز وللأم العزيزة ولكل قرية أرقوبة شرقي وللحشد الشعبي وكل فصائله والجيش العراق الباسل بكل فصائل بدون استثناء. عافية عافية وجزاكم الله خير. تسلم تسلم تسلم. حتى نختم ببيت الأخير اللي دزلنا يا جوير البنيان سويدان. نعم تمام نعم. يقول حلو المرسال لا فيني من أحباب. نعم حلو المرسال لا فيني من أحباب. أحبابي أنت أحبابي أنت ونعم أصلك من أحباب. أصيل مواصلك يمي من الأحباب المودة ومن بوصالك علي. نعم. المودة ومن بوصالك علي. جوير البنيان سويدان إلى طارق الأحباب وإلى كل المحبين. انتهى الوقت. طبعا يسلم عليكم تركي الجبوري الشرقاف. كان المفروض يكون نعم. ضيفنا على الهواء. نعم. لكن في مشاكل الصوت ما قدرنا ناخذه. نعم. في حلقة قادمة إن شاء الله. يسلم عليكم دكتور محمد العجاج الجرجيس. نعم. أجميلة. نعم. وكلها النجميلة. أي والله. ويسلمون عليكم البوابرة حج حسين وعلي وصدام والمحبين كلهم. اي والله وكانت امسيه جميله حتما. اي حياتي لجميلة كلهم هم. اي طبعا قصيده الغزل مقصوده الاغلى ناسي. يا إيه. الله 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 الله. خلاص اذا لم يكن فيها من العيب سوى انها مرت كلمح البصر. هكذا هي الدقائق مع خيمه وقصيد تنتهي سريعا. لا يسعني في نهايتها إلا أن أشكر الضيوف الأعزاء الذين وفدوا إلينا من محافظات العراق الحبيبة. الشاعر الكبير عواد الجربوع أبو زهية حياه الله، والشاعر المتألق محمد المسعودي الأسلمي الشمري أبو أنس حياه الله، ومن بني صخر أيضا اليوم حسن اللويزي حياه الله. تحية للشيخ نعيم الذي أيضا هنا معنا في أربيل، وحيا الله كل المحبين. الخميس القادم إن شاء الله الجزء الثاني من برنامج تراحيب من مضايف أهلنا الجبور في قضاء سامراء مع الشيخ علاء الجبوري. لذلك الحين أستودعكم الله. طبعا تحية لموسى مدير قسم العلاقات الخارجية يسمعنا. تحية للكبير علي بن غالب المصور الكبير، ولهندسة الصوت متمثلة بالأستاذ يوسف، وعلى البث أحمد يونس وعلي بن بهجة. وهذه تحية المخرج لكم سيف المهند. حتى ألتقيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.